السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نجلاء الحميدي. يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص بعد بكرة، هنعمل النهاردة مع بعض الكوارع، وطبعا انا غسلتها كويس وصفيتها كويس جدا وهنعملها مع بعض. وانا حطيت دلوقتي حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت صغيرين جدا. الله، هنحط الكوارع بتاعتنا. وزي ما حضراتكم شايفين اهون، انا عمالة اشوح فيها، وزي ما حضراتكم شايفين كده انا بقلب فيها كويس اهي، ونزلت مية. تمام، هنفضل نقلب فيها كده كويس جدا، وهنكب المية بتاعتها من وقت للتاني. وبعد كده شوحت كويس جدا، هنزل عليها بالمية المغلية. تمام، بعد ما نزلت عليها بالمية المغلية ديت، هسيبها تاخد لها غلوة كويسة جدا، وهنقلب المية مع بعض وهنرجع تاني مع بعض. وبعد ما الكوارع بتاعتنا اخدت لها غلوة كده في المية، انا هشيل الكوارع خالص وهدلق المية وهكمل انا. وبعد ما شوحت الكوارع كويس جدا في الحلة ونزلت عليها بالمية المغلية، خرجتها وكبيت المية منها. تمام، وبعد كده ايه، شطفت الكوارع كويس جدا. وبعد كده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هننزل بالكوارع بتاعتنا. معانا هنا بقى بصل وطماطم وورق لورم وجوز الطيب، ومعايا هنا الفلفل الاسود، معايا رشه من الزنجبيل، ومعايا كمون، ومعايا حبهان. هنشوح ده كله على النار وهننزل عليهم بالميه المغليه، وبعد وهنشوفها وهي بتستوي. وبعد ما تستوي هنرجع نعمل لها خلطه تاني وهنشوفها مع بعض. حطيناها في الحله زي ما حضراتكم شايفين كده، هنزل عليها بالبصل والطماطم، وهنزل عليها كمان المكونات بتاعتنا اهو، ورق اللورم، ورشه من جوز الطيب، ما نكترش عشان ما تمررش، رشه بسيطه. وحبهان. معانا حبهان صحيح، ومعانا رشه من الزنجبيل، رشه صغيره، ومعانا رشه من الكمون صغيره، ومعانا شويه من الفلفل الاسود. تمام كده، بعد كده بقى هننزل عليها بالمية المغلية وهنقفل عليها النار وهنشوف. تركت الكوارع هي تغلي معانا، هتاخد لها وقت كبير جدا على النار، فهنعمل مع بعض الفتة بتاعت مع بعض المكونات بتاعتنا بتاعت الفتة. طبعا هنحتاج الرز علشان رز الفتة. تمام، والفتة هنحتاج لها عيش بلدي، وهنحتاج لها ثوم مفروم، وهنحتاج لها زبدة علشان نحمصها بيها، وهنحتاج لها طماطم، وهنحتاج لها خل. انا قطعت العيش ازاي هنا؟ انا جبت العيش البلدي، تمام، وقصيته كده بالمقص عشان يبقى متساوي. تمام، وقصيته كده عشان يبقى نفس التقطيعة، وهنحمصه مع بعض على النار
مع شويه من الثوم صغيرين مع الزبده. ولو حابه تعمليه في الفرن ممكن تحطي عليه الزبده وتدخليه الفرن وهيتحمص. نروح بقى نحمص مع بعض العيش ونعمل مع بعض الصلصه بتاعه الفته. وفي طاسه معانا على النار انا حطيت الزبده بتاعتنا تسيح، وحطيت معاها معلقه صغيره من الزيت علشان الزبده ما تتحرقش، وهننزل عليها بالعيش اول ما تسيح. وهننزل بالعيش وطبعا الفته يا جماعه ما بتكونش فته الا بالعيش البلدي بجد، العيش لحد ما يتحمص معانا. وبعد ما العيش دخل معانا مرحله التحمير او التحميص نزلت عليهم اهو بفصين من الثوم. وقلبتهم كويس وبكده يكون اتحمص معانا العيش بتاعنا وهنقفل عليه. وعلشان نعمل صلصة الفتة حطيت معلقتين زيت على النار وحطيت معاهم معلقة كبيرة من الثوم. وهننزل على الثوم هنطفيها بالخل. وبعد كده هننزل عليها بالطماطم بتاعتنا. وهنشوفها لما تتسبك. وهروح انا اعمل الرز لحد ما الطماطم او الصلصة بتاعت الفتة تتسبك. نحط شوية من الملح على الصلصة بتاعتنا وشوية من الكمون. كده صلصة الفتة تكون معانا خلصت اهيا تمام. وهنقفل عليها. وهنا اهي الكوارع ابتدت تدخل في السوى، لسه طبعا عليها شوية بس ابتدت تدخل في السوى. والشوربة بتاعتها جميلة جدا وهنستخدمها بعد ما شوحناها وعملناها مع بعض. والعيش بتاعنا هنا اهو خلصان سايباه على جنب. وعايزة اقول لكم ان الكرشة اللي احنا نظفناها مع بعض امبارح عملتها النهاردة، بس عملتها اسمها بطريقة اسمها الشتيتة. الشتيتة ديت عملت بيها ايه؟ احنا هنغرفها مع بعض دلوقتي وهقول لكم. الشتيتة ديت عملت انا فيها ايه؟ انا بعد ما شوحت الكرشة 3 مرات وكبيت منها المية زي ما عملنا الكرشة الكومونية، وهيسببها لكم في الديسكريبشن بوكس تحت في صندوق الوصف. بعد ما شوحتها 3 مرات وكبيت منها المية رحت عاملة ايه بقى؟ رحت جاية بالكرشة تاني في الحلة ونزلت عليها ببصلتين مفرومين مع فصين من التون، وشوحتهم كويس جدا مع حبة هان صحيح وفلفل اسود وشوية من الملح وسنة صغيرة جدا من الكمون. وبعد كده رحت نازلة عليها بكوباية من الطماطم بيوريه ونزلت عليها بالمية المغلية، بس حطيت كل حاجة مع بعضها اهي تبقى خفيفة جدا وجميلة جدا وطعمها جميل. وبعد ما الكوارع استوت معانا اهي فكت عن العظم، اخدت وقت كبير جدا لما استوت، اخدت معايا 2.5 ساعة اهي استوت. هخرجها وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. وبعد ما الكوارع بتاعتنا استوت معانا زي ما حضراتكم شايفين انا سويتها اهو بنسبة 90% تمام، وال10% هنسويها مع الخلطة اللي هنعملها دلوقتي وجربوها تبقى جميلة جدا. معانا بصل ومعانا فلفل ومعانا معلقة من الثوم المفروم ومعانا كوباية شوربة من شوربة الكوارع بتاعتنا ومعانا طماطم. يلا وانا هخلي الكوارع ويلا بينا هنكمل على النار. بعد ما خليت الكوارع بتاعتي حطيت نقطة زيت واحدة بس، هنزل بقى بالكوارع. انا سبت دي زي ما هي كده وهقلب كويس فيها، هفضل اشوح فيها كويس. عايزة تخليها براحتك، مش عايزة تخليها لحاجة ترجعلك. انا بحب اكل الكوارع كده الحقيقة، فسبت لي ديت كده علشان اكلها. انا من عشاق الكوارع والكرشة والمبر والحاجات الجميلة دي وحلويات المذبح والتقطيع. هنعمل التقطيع مع بعض في مرة بإذن الله بعد العيد بقى. هتشوحي فيها شوية كده حلوة
انا عايزه اقول لكم ريحتها والله جميله جدا. هنزل بقى بالبصل اللي احنا عملناه، وهفضل اشوح فيها شويه لحد البصله بتاعتنا ما ابتدي يعني تدي اللون الذهبي الخفيف جدا، وهوريها لكم. بعد كده هنزل بالثوم. وبعد ما الكوارع او بعد ما البصل اخد معايا اللون اللي انا محتاجاه، ما فصفصتهوش قوي زي ما قلت لكم، هروح نازله عليه بالفلفل. ده فلفل رومي مش حامي، اللي حابب يحط حامي يحط. وهننزل بعد كده بالثوم. ريحتها رهيبه بجد، ريحتها جميله جدا. هنشوح كويس شويه كويسه كده لحد ما الثوم بتاعنا يقدر ويبتدي ياخد اللون بتاعه الاصفر. شويه بقى من الملح، شوية من الفلفل الاسود، بعد كده هروح نازلة بالطماطم. زي كوباية كده من عصير الطماطم. وهسيبها تاخد لها التسبيكة بتاعتها. واول ما الطماطم اتسبكت هنزل عليها بمعلقتين من الخل، معلقتين صغيرين كده من الخل. وهروح نازلة عليها بكوباية الشوربة اللي احنا سبناها مع بعض، وهسيبها تستوي 10% اللي احنا قلنا عليها، وهنشفها خالص. وبعد ما تخلص هنشوفها مع بعض. والكوارع هي بتستوي 10% الباقيين، وهتنشف جدا وهنشوفها مع بعض لحد ما تستوي. يلا بينا نغرف مع بعض طبق الفتة، وهنسقسق مع بعض العيش بتاعنا بالشوربة بتاعت الكوارع الجميلة ديت. هي سخنة، الشوربة سخنة جدا علشان تدي للعيش ليونة. تمام كده كفاية. بصوا بقى انا هعمل، انا بوريكم وانا بغرفها، علشان اول حاجة هنزل معايا شوية من الرز. تمام، اي طبق تغرفي فيه، اي طبق براحتك، احنا بس بنعملها ايه كشكل جمالي. تمام، ونضغط كده. اي قالب عندك. تمام كده، وهنزل بشويه من العيش بتاعنا. الرز سخن وسقسقنا العيش بشوربه سخنه جدا. تمام، فده مع ده هيدي ليونه للعيش. تمام تمام، هاخد شوية من الصلصة على العيش كده. وهنزل بالرز.
تمام بتك عليه كده. بعد كده بقى هغرفه في الطبق ده واحط الكوارع وهنشوفه مع بعض. شايفين الكوارع نشفت ازاي وبقت جميلة؟ هسيبها تنشف كمان 10 دقايق كده وهغرفها معاكم. بعد الكوارع خلاص ما نشفت معانا في الخلطة بتاعتنا، انا غرفتها في طبق هنا وهدخلها تحت الشواية بتاع 8 دقايق كده. وبكده تكون خلصت معانا الفتة، فتة الكوارع زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي، غرفتها وحطيت عليها الكوارع. وده الطبق بتاعي زي ما قلت لكم، انا بحب الكرعة كده اكلها. وده طبق الكرش الشتيتة اللي انا قلت لحضراتكم عليه عملته ازاي للمرة التانية هقول لكم نفس طريقة الطبق الاولاني بتاع الكمونية، الكرشة الكمونية، وهنزلها لكم في صندوق الوصف. عملت حطيت الكرشة غسلتها ورضفتها كويس وقطعتها ورحت حطاها على الحلة، شوحتها 3 مرات، مرة وكوب المية والتانية والتالتة وكوب المية، بعد كده حطيتها المرة الرابعة في الحلة ونزلت عليها ببصلاية مفرومة وفصين من الثوم ومفرومين، ورحت حط عليها شوية من كوباية عصير طماطم، ورحت حط عليها مية مغلية، وده كله مع بعضه مع شوية كمون صغيرة وشوية فلفل اسود وحبهان، تمام. وسبتها تغلي مع بعض زي ما انتوا شايفين، غلت مع بعض، غلت كلها مع بعض واستوت بنفس الطريقة، اسمها كرشة شتيتة. ديت مامتي ربنا يكرمها يا رب كانت بتعملها لنا، وانا بحبها جدا جدا بالطريقة ديت، وخفيفة جدا وما تتعبش الواحد خالص. وزي ما حضراتكم شايفين كده طبق الفتة بتاعنا اهو معانا، والكوارع بشكل جديد جدا مش المسلوقة اللي احنا متعودين عليها، لا عملناها كلها مع بعض وبعد كده دخلتها الفرن. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو اول مره بقى تزور القناه يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش تفعلي علامه الجرس علشان يوصلك كل جديد للقناه. مع تحياتي نجلاء الحميدي.